جانا بنتواصل مرة تانية، ويعني عايزة ما عايزة أقول إنه يعني كل الناس، لكن أغلب الناس بتحب العسل، تحديدا عسل النحل. يعني فيه شفاء، طعمه مختلف جميل. كلنا بنمشي بنبحث عن عسل النحل الأصلي، دايما كلمة الأصلي بترادف لي عسل النحل، وبتبحث عنه وبتشتريه بأغلى ثمن لطعمه لإحساسك وإنت بتتناوله، لأنه هو فيه شفاء وكثير من الفوائد الصحية. لكن ما حصل، يعني إحنا تعرفنا على جوانب تانية، تربية النحل يعني دي حاجة ما سهلة صعبة. خلونا نشاهد هذا التقرير عن مزارع النحل. منطقة كبم، هذه البلدة التي حباها الله بنعم كثيرة ووفيرة، منها خصوبة الأرض ووفرة المياه، أمران جعلا المنطقة تتصف بأرض الظل لما لها من أشجار كثيفة. هذه الفوائد جعلت المنطقة موطن للنحل الذي ينتج عسل النحل، والذي يعتبر الأجود في إفريقيا بحسب المراقبين. تبدأ رحلة البحث عن عسل النحل في السهول والأودية ذات الأشجار الوارفة في أماكن تجمع ملكات النحل. يبدأ النحالون، وهي صفة من يعملون في إنتاج العسل، يصنع بولن الخلية التي يصطاد فيها النحل وتسمى بالتنقل، وهي تتكون ببساطة من مواد محلية من أغصان الشجر وأعشاب معينة، يصنعها بكري بمهارة حتى تكون في صورتها النهائية على شاكلة اسطوانة مفتوحة الجانبين. ومن ثم يتم طلاء هذا التنقل من الخارج بمادة تقليدية واقية له من الآفات والحشرات الضارة حتى لا تعتدي على النحل داخل الخلية. هذه المادة تكون من روث الأبقار. ثم يصنع النحال قفلا دائريا من ذات المادة، تقفل به جانبي التنقل بصورة محكمة، وتترك فتحة صغيرة ليدخل منها النحل ويخرج في نشاطه اليومي. وتبدأ المرحلة الثانية، البحث عن موقع مناسب لوضع هذا التنقل لتهتدي إليه ملكات النحل. وبعد أن يجد النحال الشجرة المناسبة بعناية ودقة وبنظرة لما ينتجه مستقبلا، يتسلق النحال الشجرة ويصل إلى الموقع الذي اختاره. وبما أن حرفة النحل تعتمد على الجهد الشخصي، يستخدم النحال الحبل كمساعد له في رفع التنقل إلى الموقع المحدد في الشجرة، ويتم تثبيته بعناية ويترك في هذه الوضعية. وبعد دخول النحل فيه خلال شهرين أو 3 شهور، يعود النحال ليحصد العسل، ويستخدم معه الكنيتة، وهي من الأعشاب تشعل فيها النار لإبعاد النحل من العسل ليستخرجه وينزل. خطوات معدودة وثابتة يعرفها النحالون كما يعرفون أبناءهم. ثم يعرض النحالون إنتاجهم من العسل في الأسواق التي بها التجار المتخصصون في تعبئة وتصنيف العسل وعرضه للبيع. وأيضا هنالك خطوة يتم فيها تصفية العسل من الشمح وتقسيمه حسب الأنواع والأسعار، التي أيضا تختلف باختلاف مواسم الإنتاج. هذه رحلة إنتاج العسل في منطقة كبم التي توصف ببلد العسل، لما حباها الله بتميز وكثرة ملكات النحل التي توازيها الكثافة الغابية والمياه الوفيرة. مهد العزيب، الشروق، جنوب دارفور، كبم.